تناول اللقاح ضد فيروس كورونا هو ما جعل الحكومة تشادية مع شركائها في الصحة يطلقون هذه الحملة لتطعيم اللاجئين السودانيين والمواطنين المجاورين لمخيمات اللاجئين ضد كوفيد-19. وفي أثناء ذلك قال الدكتور عمر رمضان ممثلا لمندوب الصحة بودي إن هذا الوباء اجتاح العالم وبلدنا تشاد، لكنه يتطلب عمل جاد للتصدي له. غير أن مسؤول بعثة منظمة الأمم المتحدة هشسير بفرشنا أبدو مامان قال أن وباء كورونا عزز من موجته الثالثة في إفريقيا خاصة متحور دلتا، وهذا ما دفعنا لتسارع عملية تطعيم اللاجئين والمواطنين. في الوقت نفسه ذكر الأمين العام لولاية ودي بكر حسين ديديقي بأول إصابة في تشاد والتي كانت في 19 من مارس أذار 2020. وعلى غرار دول العالم فإن بلدنا تشاد بدأت في التطعيم للتصدي لهذه الجائحة الخطيرة، داعيا المواطنين واللاجئين بتناول التطعيم من أجل صحتهم، وعلى كل المسؤولين والنساء والشباب بتضافر جهود الوعي حول هذا المرض.